أهلا بكم في هذا الموجز الأخباري. أكدت المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودة بأنها لن تتوقف عن إصدار مذكرات توقيف بشأن الجرائم في بنغازي. بن سودة خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا شددت بأنه يجب على السلطات الليبية تسليم محمود الورفلي فورا للمحكمة الجنايات. أدان مجلس حكماء ليبيا القصف الجوي الأجنبي على مدينة درنا المحاصرة مؤكدا رفضه التدخل الأجنبي وانتهاك سيادة الليبية. وحمل المجلس بيانا له الأربعاء المسؤولية القانونية لمجلس النواب المنحل ومجلس الدولة والرئاسي المقترح على ما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، موجها دعوته لحكماء وأعيان وشيوخ قبائل المنطقة الشرقية إلى تحكيم صوت العقل وتجنيب المنطقة ويلات الحروب والصراعات. استنكر أهالي منطقة وادي عتبة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية في سبها اغتيال عضو هيئة التدريس بفرع جامعة الإسمارية بسبها الأستاذ محمد أحمد، محملين النائب العام كافة المسؤولية في تحقيق في الجريمة والكشف عن الجنات. وأوضح الأهالي في بيان لهم في بيانهم الأربعاء بعدهم عن التجاذبات السياسية، معلنين تعليق دراسة بالنسبة إلى أبنائهم إلى حين تفعيل الأمن والأمان بمدينة سبها حسب البيان. اتفق رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للدليل ستيفاني ويليامز على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات في ليبيا على قاعدة دستورية سليمة. وشدد المجتمعون على دعم مسار إنهاء المراحل الانتقالية وصولا إلى مرحلة سياسية مستقرة. وأعرب السراج خلال اللقاء الذي عقد بتونس الثلاثاء عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم للمسار التوافق وما قدمته من مساعدة فعالة في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.